بسم الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 19/11/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار البتلو مع الحاج سيد حميدي اكبر تجار البتلو في محافظه البحيره. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. صباح الخير عم السيد، نارنا ابد ان شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. صار عامل النهارده عم السيد والله الله يخرب. الله ليه بس؟ الله يكفينا شره. الله يكفينا شره صح. اي والله الاسعار مرتفعه، عارف جامد قوي عم السيد، ارتفاع جامد قوي في الاسعار اللي بتقول له يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، بتلو يا جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله. معلم احمد السيد حميده، صباح الفل يا عمو. النهارده يا عمو الجو عامل ايه النهارده يا معلم احمد؟ الجو غير والله يا عمو. كام وكام كده؟ والله اسعار بحال يا عمو، ال 75ات 7000 ونص يا جماعه و 8000 بسم الله ما شاء الله. بس حاجه بضاعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الله اكبر على المال يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلم احمد. عامل كام ذكر ده يا معلم احمد؟ 8000 يا عمو. 8000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله، من 7000 ل 8000، اللهم صل عليك يا نبي البتلو الفاخر يا جماعه. الله اكبر، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على الماء. اقل حاجه كام يا احمد؟ معلش ده معاك ده واحده يا جديد، عاوز عليك. اللهم صل على النبي، عاوز عليك. بسم الله ما شاء الله، نورنا يا عمو. اقل حاجه كام معاك؟ اللي معايا 7000 ل 8000 بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. نعم 500 حلال، اللهم صل عليك يا نبي. 7200 يا جماعه بسم الله ما شاء الله، المال الطيب. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. دينا الرقم يا معلم احمد، 010 عمود 010 990 4 4 0 4 4 0 1 8. الله يبارك لك، اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله، الله يصلح حالك وحال الجميع، اللهم امين. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.